شو بدك؟ فكرت بالعرض اللي قدمتيه. رح اتزوجك. لو ما حكيت مع إليف امبارح ما كنت رضيت. إذا كان هيك أو لا، شو الفرق يعني؟ شو نعمل هلأ؟ ما رح نعمل شيء، وهلأ رح تروح مثل ما أجيت. وبعدين انتهت مدة العرض لأنك تركتني لحالي امبارح بهالطريقة. ليش لساتك واقف؟ أنا آسف لأني تركتك لحالك. تأخرت بالاعتذار كمان. تمام، بما أنه الموضوع هيك والعرض صار ما عاد مستمر، يلا باي. أنت دائما هيك بتتراجع بسهولة؟ هذا شو عم يعمل بيتي؟ سبيل، شو عم يعمل هذا الرجال ببيتي؟ سبيل رح تشرح لك سيد طاهر. بصراحة كنت عم فكر بالشي اللي قلتوه كل هالمدة ونصيحتكم كل هالسنين. أنا ماني عايشة بطريقة بتليق بعائلة كورة أصلاً. أنا عايشة لحالي ببيت تاني، وكمان مالي متزوجة، ما عندي بيت وعائلة، وفوق منهم كمان غلطت وفضحتكم بحادثة أنطاليا يلي وسخت اسمكم، يعني توسخت اسم العيلة، وكل هذا بسببي. لهالشي رح عيش مثل ما بدكم من اليوم ورايح. قررت اتزوج وجيب أولاد. سبيل؟ عن جد عم تحكي؟ هذا الشي حلو كتير، بس فهميني الرجال شو عم يعمل بنص صالوني؟ رح أعرفكن على هالشخص، هذا زوجي المستقبلي. أنا وإيرهان رح نتزوج. سيد طاهر، من بعد إذنك، تعرف إنه أنا مالي أي حدا، تقدر تقول إني يتيم تقريباً. لو تخبرني بوقت يناسبك لجيب ورد وشوكولا وإجي أطلب إيد بنتك من حضرتك. أنا رح أقتلك، رح أقتلك يا ندل. طاهر بترجاك إهدى. بابا تركيني طاهر. تركيني شكراً، تركيني وجاي أطلب إيدك كمان. إهدى، عود من بابا. بيتي إهدى بابا. تركيني إهدى. ما رح اسمح بهذا الزواج، ما رح اسمح لك تتزوجي لو عجزتي، ما رح اسمح له بلوب. سبيل، كأنه أبوكي مو منيح، خلينا نجيب له شي دكتور. وعم يتمسخر كمان، عم يتمسخر. طيب بابا 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 عود، لزقت بعيلتنا أنت مثل الدبقة؟ يلا طلع لبرا، يلا. سبيل، يلا نمشي؟ نمشي إذا بدك. يلا انتبهوا على حالكم. يلا امشي. تقدر تتراجع إذا بدك. إيرهان، يعني فكر منيح وبعدين قرر. بعرف إنك بتتخربط كل ما شفت إليف، أنا بعرف هالشي منيح، لهيك الأحسن تفكر منيح وبعدين تاخد قرار. ما في تراجع عن هالموضوع. بعت حالك مشان 3 مليون، وعلى فكرة تونجاي رح يطلق مرته. من هلأ أنا رح شوف حياتي مثلك.
علمتني إنه الطيبة والصدق ما بيجيبولي ولا شي بنوم. وأوعك تحاول تحاسبني مرة تانية، تمام؟ أنا بعمل اللي بدي إياه ومع اللي بدي إياه. مو قلتلي ما حتزعجني مرة تانية؟ يا ريت هالمرة توفي بوعدك، تركني بحالي. أعطيني هويتك يلا. طول نفس الشي، شو هالإليف هاي؟ ما بقدر، ما فيني أعمل هيك بإليف. توقفي هون سيبيل خانون؟ ايه انا هيك منيحة، بس المطر رح يكون قوي اليوم، رح تتبللي ورح تبردي، ما بيصير هيك. انت فوت لجوا بلا ما تبل حالك. خلص عن جد فوت لجوا انت. انا منيح منيح هيك، ما في مشكلة. ممكن هديك المرة المجنونة تكون لساتها هون او قريبة. بالنهاية أنا موجود هون لأحميكي، مو هيك؟ أنا عم حاول التزم بالاتفاقية تبعنا. يعني معجبة بأخلاقيات المهنة عندك. أوه بلش والله. أنت هيك رح تمرضي سبيل خانون. إيه وأمرض. إيه ومين رح يهتم فيكي ساعتها يعني؟ أنت رح تهتم فيني. موقع اتفاقية 3 أيام، إذا مرضت خلال هالثلاث أيام بدك تساوي لي شوربة وتضل جنبي يا حلو. مانا صعبة.
بتعرف إنك ما رح تقدر تثبت أبداً لخطيبتك إنك بريء سيد إرهان. يعني باللحظة يلي وقعت فيها على الاتفاقية عرضت علاقتك مع إليف لخطر كتير كبير ويمكن تخسرها كمان، مو؟ أنت ما بتعرفين سبيل خانو، يعني حتى لو أنا تخليت عن إليف ما بظن أبداً إليف تقدر تتخلى عني. لهيك بصراحة ما عرضت أي شيء للخطر، ما في داعي تخافي أبداً. خليني اشرح لك، بترجاكي يعني ما بدك تخليني فوت سبيل؟ لا ما رح خليك سبيل، بترجاكي اسمعيني بالاول وبعدين احكمي، بترجاكي لو سمحتي. شفت كل شيء بعيني، وبالمناسبه انبسطت كثير لانكم رجعتوا. سبيل فيني اشرح لك الموضوع واقدر خبرك كل شيء لو سمحتي. انا سالتك اذا كنت متاكد ولا لا. انا متاكد سبيل، واثق ولساتني واثق اكيد. انا ما عاد اقدر اوثق فيك، اتزوجني وروح شوف إليف، الحياة حلوة هيك كتير عندك، ما هيك؟ يلا طلع. سبيل انتظري شوي، بترجاكي وقفي واسمعيني أول شيء. أنا رحت لعند إليف وخبرت أنه كل شيء انتهى أساساً، والله قلت له أنا رح أتزوج سبيل. تاني شيء بعد العرض اللي عرضتيه علي، يعني بعد اتفاقنا انقلبت حياتي فوقاني تحتاني، ما ضل عندي أي مشكلة، وهذا الشيء اللي أنا متمسك فيه حالياً صدقيني. ثالثاً هذا اتفاق، لا تغاري هيك بترجاكي. غيرت شو هاي هلا؟ انت اساسا هلا بلشت تساخف. يلا طلع يلا. ما رح روح. طيب انا بروح. سبيل اسمعيني شوي لو سمحتي. تركني بحالي بقى خلاص. مو على اساس هذا الزواج كان اتفاقيه؟ اي نعم اتفاقيه، بس الاتفاقيه بيناتنا انا وياك، لهيك ما بتقدر تبوس مين ما بدك. تمام ما عاد نبوس بعضنا. أردن؟ سيني؟ يلا روحي لعند أختك. بترجاك ما تعمل شي مجنون. أنا رح فرجي قيمته، هذا المتخلف أكيد هو اللي بالنادي. أكيد هو اللي بالنادي مو غيره، أنا رح فرجي لها الحقير. يلا انزلي من السيارة. سيني منزلي. انزلي. أردن؟ خير أنت شو عم تعمل هون؟ شو دخلك؟ أنت منيح يا ابني؟ طلع فيني أردن، ابني! شو صار؟ شوفي شو صاير؟ ليش عم تبكي هيك؟ بابا رح يخليني اتزوجه لانك ما تزوجتي هداك زفر. كيف يعني؟ أردا راح يا اختي، راح ليهجم على زفر، رح يحط حاله بمشكله كبيره. اعملي شي يا اختي بترجاكي. ايه وأردا شو دخله بالقصه اصلا؟ وين زفر؟ لوين راح أردا هلا؟ على الاغلب بيكون راح على النادي. انتي روحي على البيت، عندي شغلة صغيرة بخلص وبجي. اختي خلص لا تبكي. ماما عم تتصل كمان. لا تردي، انا اساسا بدي احكي مع ماما، وانتي رح تضلي معي ليفهم بابا قديش سخيف هذا الشيء اللي عم يساويه. ما رح تروحي لمكان، رح تضلي هون. يمكن هاي ماما اجت يا اختي. خير ليش اجيت هلا؟ يعني ما بقدر اجي على بيت زوجتي المستقبليه. عندك مانع شي؟ اسف سبيل خانم لا تواخذيني. عندك مي؟ ما رحت لعند الدكتور؟ لا ما في داعي، لا تخافي أنا منيح، ما فيني أي شيء بنوب، يعني وما بدي حتى هداك زفر ما بدي إياه يفكر بهالشيء. كأنك بلشت تخبص. كمان أردا هيك حالته ما؟ إيه طبعاً، عطول الشاب ألوان حلوة كتير بوشه، صار جبينه بنفسجي، وين أقعد أنا؟ تعا سبيل كان لازم تشوفي وشه لهالشب.
أخي أردا صار جبينه بنفسجي عن جد. أخ سبيل خانم قدرنا نضحك وأخيراً عن جد إني قدر أضحك معك شي عجيب. أنت كمان تكرهيني ما بتحبيني وبعدين بتقولي تعال ما بتقدري تتخلي عني. أنت لوين رايحة؟ أنا لازم شوف أردا يا أختي. إيه بلاها بتروحي بكرة الصبح عدي هلأ. بترجاكي يا أختي ما رح أقدر نام الليل لو سمحتي. بالمناسبة أنت من وين بتعرف أردا يا ترى؟ أردا بيكون أخوها لخطيبتي السابقة. أولاد عمي برهان هنن إليف وأردا. لا تتأخري ها؟ ما منعرفه أساساً. على فكرة سبيل خانم مانا كتير معجبة بهالعيلة لحتى تعرفي يعني عم خبرك. بس أردا شب منيح وشهم. قضوا وقت حلو سوا. أختي ممكن تعطيني موبايلي؟ يسلموا رح أرجع بكير. إيه؟ يلا تصبحوا على خير. هلأ هي إليف رح تضل تطلع قدامي دائماً هيك يعني إختي هلأ عم تتقرب من أخوها كمان شو رأيك؟ إلا على فكرة عيونك مليانة غيرة وشوق. سبيل موجوع شي؟ سبيل انتبه لكلامك وإلا بوجعك أنا كمان. كثير عم تحرقيني. انت عن جد بتوجعي للواحد سبيل خانو. هلا استنى شوي لا تتحرك طول بالك. كيف بدي اتحرك اساسا ما في مكان لاتحرك بتحاصري للواحد من اربع جهات. تمام رح اتركك ماشي ضمت جرحك لحالك هذا اذا قدران تتحرك. انت لا تجرحيني سبيل خانو وانا جرحي بيشفى مع الوقت. إذا ما فتت وقاتلت بكل مشكلة ما بصير يعني؟ شو أعمل؟ شو أعمل؟ أترك أردا لحاله؟ لا لا تتركه لا تترك هديك العيلة ما بصير هيك إرهام. ما فهمت. انسى هلأ ما في شي. بالمناسبة سبيل خانم نحن عنا شي نسينا نحتفل فيه. أي شو هو؟ صمد فات على غرفة السيد طاهر هداك اليوم وحط له الملف على طاولته طبعاً بالسر مثل ما بدنا. إذا السيد طاهر ما عنده مشكلة بالزكاة بتوقع رح يعرف الضرر الكبير اللي حطه فيه تونجاي ورح يفكر فيها. سيبيل كوراسلان ممكن نقول إنه رح ترجع على شغلة عن قريب. حتى كمان سبيل كوراسلان رح تحصل على كل شيء بدها اياه. حلو حلو يلا تعي.